بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة أفريقيا، قسم القانون، الميراث، الدكتور طارق مصطفى الحصائري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المحاضرة الثانية، وهي تتبع بقية المحاضرات في الميراث واحد، ونتمنى من أبناء الطلبة أن يكونوا قد اطلعوا على المحاضرة الأولى وسمعوها مرارا وتكرارا، حتى يستطيع الطالب أن يتماشى مع هذا الشرح، ويستطيع أن يفهم ويستوعب ما نقوله، لأن الطالب لا بد له من المراجعة ومن إعادة الاستماع إلى المحاضرة أكثر من مرة، حتى يستطيع أن يكون يدرك ما نرجو أن نوضحه. ولا بد للطالب أيضا، لا بد له من الاطلاع على المصادر، الكتب، على الكتب التي ذكرناها، وعلى المذكرة، وأيضا لابد له من ورقة وقلم يكتب معنا، لأن هذه الفروض تحتاج إلى كتابة، وتحتاج إلى زي المصفوفة، يعني تحتاج إلى معرفة شروط كل صاحب فرض. وقد سبق وأن درسنا بعض أصحاب الفروض زي الزوج والزوجة والبنت، والآن نأخذ بعون الله تعالى صاحب فرض آخر، وهو الأم. الأم هي الأم، الأم أم الميت. يعني لما نقول الزوج معناها زوجته اللي ماتت، ونقول ابن معناها أبوه اللي مات، ونقول بنت معناها أبوها أو أمها اللي ماتت، ونقول أم معناها الأم معناها ابنها ولا بنتها اللي ماتت وترد فيها. أيوة، يبقى الأم أم الميت، وهذه لابد لطالب الفروض أن يفهم ذلك، وإلا فإنه سيقع في الخطأ. الورثة ننظر إليهم بالنسبة للميت، صلة القرابة بينهم وبين الميت، مش صلة القرابة بينهم وبين بعضهم، هذا خطأ. لابد لطالب أن يرى صلة، ويسمي أو يعرف أو يضع الصفة لصاحب الإرث هذا باعتبار قرابته للميت. هل هو زوج أو زوجة، ابن أو بنت، أم أو أب، أخ أو أخت، وقس على ذلك. يبقى الأم أم الميت أو أم الميتة، يعني أم وعندها ابن ولا بنت وماتت، وهالابن ولا البنت عندها تركة، هي ترث فيها. به الأم ترث بشرط، ترث الثلث أو ترث السدس، يعني فرضها الأصلي الثلث وعندها شروط، وتنزل إلى السدس. الأم تأخذ الثلث، هو أيهم أكبر، الثلث ولا السدس؟ لا، الثلث أكبر، إذا كان الشروط مكتملة في الثلث فتأخذ الثلث، إذا نقص بعض من هذه الشروط تنزل إلى السدس. وتنزل السدس بسبب وجود الفرع الوارد، يعني أم عندها فرع وارد، شو معناها فرع وارد؟ ابن والله بنت. أو بسبب وجود جمع من الإخوة، شو معناها جمع من الإخوة؟ معناها أكثر من أخ. لما نقول لك جمع من الإخوة أكثر من أخ، يعني أخواني، أو أخ وأخت، أو أخت وأخت، أو أخ وأخ، وما يهمش، لأن قلت لك جمع من الإخوة، لا قلت أخ شقيق، لا أخت لأب، لا أخ لأب، لا ما بدون ما نحدد، معناها أي من الإخوة ولو اختلفوا هم اثنين فأكثر، المهم أن يكون اثنان فأكثر. يبقى تنزل الأم للسدس بوجود الفرع الوارد للميت، يعني هل ابن ولا البنت عندها فرع وارد، عندها ولد ولا بنت، به أو وجود جمع من الإخوة للميت، للميت عنده جمع من الإخوة،
وديروا تحت خطين هالكلام اللي قاعد نحكي فيه، اكتبوه: بسبب وجود الفرع الوارث للميت، وبسبب وجود جمع من الإخوة للميت. أو يعني إذا كان فيه فرع وارث تنزل السدس، إذا كان فيه جمع من الإخوة تنزل السدس، إذا كان فيه فرع وارث وفرع وجمع من الإخوة معناها تنزل اوريدي للسدس. ما فيش لا فرع وارث لا جمع من الإخوة، تأخذ الثلث. إذن لا فرع وارث هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن وقس على ذلك، أو جمع أو جمع من الإخوة، وقلنا أشقاء أو لأب أو لأم ما يهمناش. فإن فقد أحد الشرطين، ما فيش لا جمع من الإخوة ولا فرع وارد، فإنها تبقى على الثلث. إذا كان ما فيش، إذن الأم عندها إما الثلث أو السدس، إما الثلث أو السدس. إذن الأم إما الثلث أو السدس، معناها الأم إذا كان مات ميت عن أمه وبنته وعم، الأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف لأنها انفردت، والعم يأخذ البقية لأنه عاصب. وهذا في المذكرة مكتوب عندكم: عن أم وأخ شقيق. الأم مع وجود لنا جمع من الإخوة، ما فيش جمع من الإخوة، هنا فيها أخ شقيق واحد بس، يبقى ما فيش جمع من الإخوة، تأخذ الثلث. شفتوا توا كيف؟ لكن بكري لما قلنا أم وبنت وعم، البنت فرع وارد نزلت إلى السدس الأم، ولما كانت مع الأخ الشقيق، لو كان فيه أخ شقيق وأخت شقيقة، الأم تأخذ السدس ويعصب الباقي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. واضحوا؟ لو كان زوج، أم وزوج، ماتت عن أم وزوجها، الأم تأخذ الثلث والزوج يأخذ النصف إذا كان ما فيش فرع وارث، ويأخذ الربع إذا كان في فرع. وهنا ما قلتش فيه فرع وارث، معناها الزوج يأخذ النصف. واضحوا؟ يبقى لابد لنا من أن نفهم أن الأم لها النصف الثلث أصلا، وتأخذ السدس، تنزل للسدس بوجود الفرع الوارد أو وجود جمع من الإخوة، أو بوجود جمع من الإخوة. إذن هذه فرض الأم. ننتقل الآن إلى الأب. يبقى تو احنا أخذنا أصحاب الفروض كمقادير، وبعدين هناخذ المسائل والأمثلة عليها بالتفصيل. الأب ألف فرضه السدس فقط بسبب وجود الفرع الوارد الذكر، يعني مات ميت عن أب وابن، الابن عاصب، ما يجيش الأب والابن عاصب في نفس المسألة. الابن أقرب، البنوة أقرب من الجهة في الجهة، ولذلك الأب يأخذ السدس فقط والباقي للابن. يبقى الأب مع الابن يأخذ السدس، الأب مع البنت يأخذ سدس زائد عصبة، يأخذ الباقي من سهام التركة بسبب وجود الأنثى، سدس زائد عصبة يعصب الباقي، ويأخذ كل التركة إذا كان وحده. إذا كان مات ميت وما عندهش لا زوجة لا ابن لا بنت لا أم لا 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 لا، الأب يأخذ بقية التركة تعصيبا، يعصب التركة كلها ويأخذها. إذن الأب عنده ثلاثة أحوال: إما أن يأخذ السدس مع الابن ابن الميت، ويأخذ السدس زائد عصبة مع بنت الميت أو بنات الميت، ويأخذ التركة كلها إذا انفرد. ملحوظة: عين معناها عصبة، أو لما كتبنا السدس زائد عين، هذيك عين عبارة عن عصبة، والعصبة هو كل من حاز كل التركة، يعني خدا كل التركة أو الباقي منها بعض أصحاب الفروض. يعني العصبة إما أن يأخذ كل التركة إذا انفرد، أو يأخذ البقية من التركة بعض أصحاب الفروض. أصحاب الفروض السابقة: الزوج والزوجة والأم والبنت والأب، لا يحجبون، لا يحرمهم أحد من الميراث. يبقى احنا أخذنا فيما سبق الزوج والزوجة والأم والبنت والأب، هادو كلهم اللي ذكرناهم هادو لا يحجبون، لا يحرمون،
لا يحرمهم أحد من الميراث، لا يحجبون، يعني راوا ما يحرمهم حد من الميراث. هادو ميراثهم، الزوج نصف الربع، الزوجة الربع والثمن، الأم الثلث والسدس، البنت النصف والثلثان، والأب السدس، والسدس زائد عصبة، ويعصب بقية التركة. إذن هادو لهم فروض مقدرة، ولا ينزلون على، ولا يحرمون بأي حال من الأحوال. يعني في كل مسألة تلقى فيه زوج ولا زوجة ولا أم ولا بنت ولا أب، لابد أن تعطيهم. ما تشوفش هل هادو يحجبهم حد حرمان، حجب حرمان مش حد من نقصان، ممكن ينزلوا، لكن حجب الحرمان لا. واضحوا؟ إذن الأم الثلث والسدس، وتنزل للسدس بسبب وجود فرع الورد أو جمع من الإخوة. الأب يأخذ السدس مع الابن، ويأخذ السدس زائد عصبة مع البنت، ويأخذ كل التركة إذا انفرد. نأمل أن تكون هذه الفرائض لفرض الأم وفرض الأب واضحة، ويجب أن يتصورها الطالب حتى يستطيع حل المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريحة الخامسة، التعصيب، العصبة بالنفس، ومنهم الأب. نأخذ إرشادات عامة مهمة للطالب. التعصيب، العصبة بالنفس، ومنهم الأب والابن وابن الابن وإن سفلا. إيش معناها وإن نزل يعني؟ باه. الأب احنا أخذنا منهم جزء، راه مش كلهم هادو، لكن اللي يهمونا واللي سبق أن أخذناهم. الأب يعصب يعني يأخذ بقية التركة، الابن يأخذ بقية التركة، وابن الابن أيضا يأخذ بقية التركة. ليهم شروط كيف ما ذكرنا سابق، الأب يأخذ كل التركة إذا انفرد، ويأخذ بقية التركة مع البنات إذا كان قعد له شيء يعصبه. ابن الابن يأخذ بقية التركة، يعصب التركة إذا كان مع أم، مع أب، مع كذا، يعصب بقية التركة مع البنت، يعصبها ويخليها عصب بالنفس، هو يعصبها. فالأب يأخذ التركة إذا انفرد، ويأخذ الفرض مع الباقي إذا كان معه بنات فأكثر، بنت فأكثر، ويأخذ الفرض فقط إذا كان معه ابن فأكثر أو ابن وبنت، وهذا سبق وأن وضحناه. الابن يعصب البنت، شو معناه يعصب؟ يعني عندنا بنت وابن، ياخذوا للذكر مثل حظ الانثيين، فينقلها البنت بعد ما كانت، لما كنت بروحها، مش خدينا قبل، البنت اذا انفردت تاخذ النصف صح، لكن جاء معها ابن خوها، تاخذ للذكر مثل حظ الانثيين، تحول من النصف البنت، تبدا عصبه هي والولد. شو معناها عصبه؟ سهمين بسهم، يعني الولد ياخذ سهمين نصيبين، والبنت تاخذ سهم. الابن يعصب البنت او البنت، فينقلهم من الفرض، فينقل يعني الابن ينقل البنت من الفرض الى التعصيب، سهمان للابن وسهم للبنت. فلو كانوا ابن وبنتان، يعني لو كان الابن وبنتين، شن بيصير؟ كانوا ابن وبنتين، بنتان، فالابن سهمان اثنين هنا مكتوب قدامكم، والبنت سهم واحد، واحد والبنت سهم، يبقى كل واحد بنت سهم، والبنت سهم، والابن سهمان. للذكر مثل حظ الانثيين، اخذ الابن سهمين، وكل بنت خذت، لو 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 افترضنا، وهكذا تكون سهم، لو افترضنا بنت ابن وثلاثة بنويت، الابن هياخذ سهم سهمين، والبنت هتاخذ سهم، الأولى تاخذ سهم، والبنت الثانية تاخذ سهم، والبنت الثالثة تاخذ سهم. لو فرضنا ابن وأربعة بنويت، الابن هياخذ سهمين، والبنت تاخذ واحد، والثانية تاخذ واحد، والثالثة البنت الثالثة تاخذ واحد، والبنت الرابعة تاخذ واحد. لو فرضنا خمسة بنويت وابن واحد، الابن هياخذ اثنين سهمين، والبنت الأولى تاخذ سهم، والبنت الثانية سهم، والثالثة سهم، والرابعة سهم، والخامسة سهم. مجموع السهام كلها خمسة، والولد ياخذ سهمين، سبعة مع بعض. باهي لو فرضنا أن ابنين، معناها ابن الأول ياخذ سهمين، ابنين وثلاثة بنويت، ابنين
يعني مات رجل عن ابنين وثلاثة من البنات. الابنين الاولين، الاول الابن الاول ياخذ سهمين، والابن الثاني ياخذ سهمين، والابن والبنت تاخذ سهم، مش نصها تاخذ سهم، والبنت تاخذ سهم، والبنت الثالثة تاخذ سهم، مجموع السهام كلها مع بعضها. مش قلنا ابنين اثنين واثنين أربعة، وثلاثة بنويت أربعة وثلاثة سبعة مع بعض. واضحة؟ كلما زادت الأسهم هذه كلما فهمنا، لو خدنا ثلاثة أبناء معناها اثنين اثنين اثنين، وخدنا معاهم بنتين واحد واحد، ثلاثة أبناء اثنين 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 ستة مع بعضهم، والبنتين واحد واحد ستة واثنين ثمانية، المجموع السهام كلها ثمانية، وهذا ما نسميه بأصل المسألة، وهذا هم العصبة مع بعضهم، هذا هم العصبة مع بعضهم، سهامهم يمشوا اثنين بواحد، البنت تأخذ واحد والابن يأخذ سهمان. واضحة؟ كويس. ملحوظة، الإخوة أنواع، هذه ذكرناها فيما سبق، الإخوة أنواع، قلنا إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، هذا مجموع الإخوة الأشقاء. شو معناها إخوة أشقاء؟ معناها أخوك من بوك وأمك، وإخوة لأب أخوك من جهة بوك فقط، وإخوة لأم أخوك من جهة أمك فقط، هذو الإخوة. الإبن، ابن الميت، الأخ، أخ الميت، أخ شقيق معناه أخوه الميت من بوه أمه، أخ لأب معناه أخوه الميت من جهة بوه بس، من جهة أمه لا، يختلفوا في الأم. خو أخ لأم معناها أخوه من 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 جهة أمه وبوهم مختلف. أخت لأم معناها أخته من جهة أمه وبوهم يختلف. واضحة؟ رد بالكم تنسوها. ولما نقولوا ابن معناها ابن الميت، بنت بنت الميت، بنت الميت وابن الميت. الابن يمشي بسهمين، البنت تمشي بسهم واحد. واضحوا؟ وان شاء الله لما هنكون عندنا مسائل الجداول هنرسموها وتتوضح فيها المسائل، هيفهم كل طالب شو معناها التعصيب والعصبة، وهم اللي ياخذوا بقية التركة بعد أصحاب الفروض. إذن التعصيب العصبة والنفس، ومنهم الأب والابن وابن الأب وينسفل والأب أيضا، وقلنا الابن يأخذ سهمان والبنت تأخذ سهم سهما واحدا. البنات إذا تعددوا معاهم الابن يصيروا عصبة مع بعضهم، يمشوا للذكر مثل حظ الأنثيين اثنين بواحد. الابن عصبة يعصب البنت ويعصب البنات، وابن وابن يعني لما يكونوا ابنين ولا ثلاثة ولا أربعة سوسوة ياخذوا اثنين اثنين اثنين، كل واحد ياخذ اثنين. البنت ولا اثنين ولا ثلاثة معاهم ابن ياخذوا عصبة مع بعضهم، يمشوا للذكر مثل حظ الأنثيين. أعتقد أن هذه الشريحة الآن واضحة. خذينا إذن فيما سبق، خذينا ميراث الزوج والزوجة والأم والأب والبنت، وخذينا معنى الابن أن عاصب، ما يجيش واحد يقول لي الابن ياخذ نص ولا ربع ولا لا، لا، الابن عاصب ياخذ بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعصب البنت معاه ويبدو عصبة مع بعضهم، ياخذوا سهمين بسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. باهي يا دكتور لو كانوا أبناء كلهم ما فيش بنات معاهم، ياخذوا زوز وأبناء ياخذوا اثنين اثنين، ثلاثة أبناء ياخذوا اثنين أربعة ستة، ثمانية أبناء ياخذوا اثنين أربعة ستة ثمانية لين وصلوا 16، ما يهمنيش، المهم ما داموا أبناء يمشوا اثنين اثنين اثنين، ما جبت معاهم بنت تاخذ سهم، هم ياخذوا اثنين 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 وهي سهم. مثال ثلاثة أبناء اثنين 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 والبنت سهم واحد، يبقى ثلاثة أبناء اثنين 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 ستة، والبنت معاهم واحد سبعة، الأصل المسألة من سبعة. واضحوا؟ إن شاء الله بهذه الطريقة هنبدو في المحاضرات القادمة بعون الله تعالى كأحيانا الحي ببقية الورثة وفروض أصحاب الفروض، هناخدوهم وبعدين هنبدو في المسائل والقضايا متاع الميراث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونتمنى أن نتراجعوا درس درس ومحاضرة محاضرة حتى نستطيع أن نصل بنا
بكم نصل بكم إلى بر الأمان في علم المواريث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. بنت الإبن، الآن سندرس بنت الإبن، وفرضها النصف. بنات الطلبة انتبهوا، بناتي الطالبات انتبهن، لابد أن نعلم أن بنت الإبن فرضها النصف. مش معناها أولا، فلنفهم ما معنى بنت الإبن. ابنك مات وهي ورثت في جدها أو جدتها، هذه اسمها بنت الإبن. يعني بنت الإبن ترث في جدها أو جدتها، لأن لو كان أبوها حي ما تورثش هي، أبوها اللي يأخذ الميراث، لكن هي ترث في جدها أو جدتها. بنت البنت ترث النصف مفردة منفردة، وتأخذ بنتاء الإبن الثلثان. معناها احنا بكري درسنا أن البنت لها النصف إذا انفردت، وإذا تعددت البنتان فأكثر لهما الثلثان نفسها. قلنا احنا الإناث نفس الفكرة كلهم، البنت والبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هذه نفس القاعدة، البنت ولا بنت الإبن ولا الأخت الشقيقة ولا الأخت لأب إذا انفردت لها النصف. وإذا تعددت شو معناها؟ تعددت معناها عندها أختها معاها، بنت الإبن معاها بنت إبن تانية، أخت شقيقة معاها أخت شقيقة تانية، الأخت لأب معاها أخت لأب تانية. هادو إذا تعددوا اثنين فأكثر ياخذوا الثلثان بينهم. شو معناها الثلثان؟ اثنين على ثلاثة، ثلثان التركة بينهما أو بينهم، إذا كانتا اثنتان فأكثر تعددت. وبالعصبة مع ابن الإبن، مع بنت الإبن عندها حالة أولى تأخذ النصف إذا انفردت، وحالة ثانية تأخذ بنت البنتاء الإبن فأكثر ياخذوا الثلثان، وحالة ثالثة بنت إبن معها ابن إبن يأخذوا عصبة. شن اللي خلاهم؟ هادو اسماهم عصبة بالغير، ها كيف ما قلنا بكري، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. إذن تأخذ إما الثلث إما النصف، أو بالغير عصبة بالغير، إما تأخذ النصف إذا انفردت، أو الثلثان إذا تعددن، بنت ابن وبنت ابن وبنت ابن، أو تأخذ العصبة إذا كان معها ابن ابن، وهذا اسمها عصبة بالغير، يعني بابن لأنه ابن هو اللي عصبها. بنت الابن مع البنت حالة رابعة شاذة أخيرة، بنت الابن مع البنت اللي هو أنا مكتوبة قدامكم عمتها تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن لو جمعنا السدس مع العمة لتأخذ النصف يبدأ الثلثين مع بعضها. يعني البنت الابن إذا انفردت بروحها تأخذ النصف، وإذا تعددت بنات الابن اثنتان فأكثر ويأخذ الثلثان. باي بنت ابن مع ابن ابن يأخذ عصبة. ليش أخذت عصبة؟ صارت عصبة بالغير، صارت عصبة بالغير. به إذا كان بنت ابن ومعاها بنت، البنت الابن مع البنات عصبة، بنت الابن مع البنات، بنت الابن مع البنات تأخذ السدس تكملة الثلثين، هذيك الأخوات مع البنات عصبة. أما بنت الابن مع البنت مع عمتها تأخذ الثلث السدس تكملة الثلثين. يعني البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. لو فتحتم المذكرة قدامكم أو الكتاب نلقوا بنت الابن إذا انفردت، لو فرضا مثلا بات عن بنت ابن وعم، البنت الابن انفردت تأخذ النصف والعم يأخذ بقية التركة. به مات عن بنتين وبنت ابن،
بنتين وبنت الابن لما يكونوا بنات عمات أكثر من بنت واحدة من عمة واحدة تحجب حرمانا البنت الابن، ما تاخذش معاهم شيء. لكن لو كانت بنت وبنت ابن، البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس. باي لو كان بنت وبنات ابن، البنت تاخذ النصف وبنات الابن ياخذوا السدس ما بيناتهم مناصفة. واضحوا؟ باه. إذن البنت الابن تأخذ النصف إذا انفردت، عندنا بنت بروحها، بنت ابن بروحها. إذا كانت أكثر من بنت ابن يأخذ الثلثان، يأخذ بنات الابن الثلثين، وإذا تعددوا يأخذ الثلث، إذا تعددوا يأخذ السدس. بنت الابن، بنت الابن مع بنت الابن مع عمتها تأخذ السدس. إذا تعددوا البنات يأخذ الثلثان، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة، وبنت الابن مع البنت مع عمتها تأخذ السدس. إذن أبناء الطلبة، بنت الابن لها حالة واحدة، نصف إذا انفردت. شو معناها نصف؟ معناها عندنا ما تعن بنت ابن. كيف نفهمه مش من منفردة لما نقوله بنت ابن وبنت ابن تانية؟ معناها هيك ياخذوا الثلثان. بقى لو كان قلنا بنت ابن وابن ابن تاخذ عصبه مع بعضهم، يعني للذكر مثل حظ الانثيين. بقى لو كان قلنا بنت ابن مع عمتها واحده بنت، تاخذ السدس بنت الابن، والعمه تاخذ النصف. بقى اذا كان عمات بنت الابن ما تاخذ شيء، تسقط. باهي تحجب حجم حرمان، ما تاخذ شيء. باه اذا كان بنت ابن مع عمها ابن، باقي ما تاخذ شيء. واضحه؟ الان ننتقل الى الجد. الجد ياخذ السدس مع الفرع الوارث ما لم يحجب بالاب حجب حرمان. يبقى الجد له السدس، الجد له السدس. ميراث الجد يشبه بطريقة أو بأخرى ميراث الأب، لأن هو أصله. يبقى الجد يأخذ السدس مع الفرع الوارث ما لم يحجب بالأبي. إذن يأخذ السدس مع الفرع الوارث ما لم يحجب بالأبي حجب حرمان. الجدة ترث السدس وهي أم الأب أو أم الأم بالتساوي بينهما، يعني أم الأب أو أم الأم ترث بالتساوي بينهما. ملحوظة، تحجب بنت الابن أو بنات الابن بالابن أو البنتين فأكثر بعمها أو بعمتها، وهذه ذكرناها عن لعمها يحجبها، عماتها يحجبوها. لكن لو كانت عمة واحدة، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين الثلثان، وتأخذ بنت الابن مع ابن الابن الابن عصبة. إيه؟ لأن بنت الابن نفس الدرجة ونفس الجهة، ابن الابن وبنت الابن يعصبوا بعضهم ما لم يكن الابن موجود، لأنه يحجبهم حجب حرمان. شو معناها الابن؟ معناها عمها، لأن العم يحجب حجب حرمان. هذا هو الأخ المبارك اللي هو ابن الابن. هذا تنبيه، الجد هو الجد لأب وإن على، الجد هو الجد لأب إن على، يعني جد أب الأب وأب أب الأب وهكذا. إذن عندنا البنت الابن، بالله يركزوا عليها، نصف وثلثان وعصبة مع ابن الابن، والسدس تكملة الثلثين مع عمتها. من يحجبها بنت الابن؟ يحجبها العم أو العمات. الجد يحجبه الأب، الجدة تحجبها الأم. بنت الابن، بنت الابن صير عصبة مع ابن الابن، صير عصبة مع ابن الابن. ولو وجد العم اللي هو الابن ينحجب الكل، بنت الابن وابن الابن. واضحوا؟ نتمنى أن تكون هذه الأمثلة واضحة أمامكم. ولا بد من المذكرة والكتاب حتى، وتكتب معانا
حتى تستطيع أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأخت الشقيقة ذكرنا فيما سبق البنت وبنت الابن، قلنا عندنا قاعدة الإناث النصف الثلثان والعصبة. الأخت الشقيقة إذا انفردت فلها النصف، نفس القاعدة السابقة، وإذا تعددت فلها الأخت الشقيقة فللأخت الشقيقة الثلثان، وإذا كان معها أخ شقيق عصبها. من يحجب الأخت الشقيقة؟ يحجب الأخت الشقيقة الأب أو الابن. به عندنا الأخت الشقيقة، شو معنى أول شيء الأخت الشقيقة؟ أختك من جهة بوك وأمك، هادو شقيقة، لأن عندنا الأخت والأخ، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. الأخ شقيق من جهة الأب والأم، الأخت الشقيقة من جهة الأب والأم، الأخ لأب من جهة بوك، الأخت لأب من جهة بوك، الأخ لأم من جهة أمك، الأخت لأم من جهة أمك فقط. واضح؟ الأخت الشقيقة نصف ثلثين والعصبة. به عندنا حالة في الملحوظة لوطة مكتوبة الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنات أو البنت عصبة. مش عندنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف أو تأخذ الثلثان، لكن لما يكون فيه بنت نديروا أخت بنت، يعني بنت الميت، وفيه أخت شقيقة الميت، نعطونهم نص نص، ما يجيش. البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة عصبة. كويسوا، رد بالك، هذه ركزوا عليها، عصبة يعني عين تعصب الباقي. أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو مع البنات. شو معناها البنات؟ معناها ياخذوا الثلثين، هم بيعصبوا بقية التركة. الأخت الشقيقة طبعا ما لم يحجبوا من الأب أو الابن، أب الميت أو ابن الميت. معناها الأخت الشقيقة عندها نصف ثلثان، عصبة مع الأخ الشقيق، أو تعصب إذا كان مع البنت أو البنات، ما لم تحجب بالأب أو الابن. يعني أخت شقيقة وفي المسألة فيه أب، طلعت من الميراث. أخت شقيقة ولا أخوات شقيقات مع في المسألة معها ابن، طلعت من الميراث. أخوات شقيقات في المسألة فيه بنات ياخذوا عصبة. أخت شقيقة في المسألة فيه بنت تأخذ عصبة. أخت شقيقة في المسألة فيه بنات تأخذ عصبة. واضحة؟ يبقى هذه الحالات النصف، ركز شباب أبناء الطلبة، ركزوا. النصف ثلثان، عصبة مع الأخ الشقيق، أو عصبة مع البنت أو البنات، وتحجب بالأبي والابن حجب حرمان. واضحوا؟ كويس. ننتقل إلى الأخت لأب جهة بوك. كما ذكرنا البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب أيضا إذا انفردت تأخذ النصف، إذا تعددت يعني عندنا أخت لأب وأخت لأب وأخت لأب، اثنين ثلاثة أكثر فما أكثر، يأخذ الثلثان. وإذا كان معها أخ لأب تأخذ عصبة. من يحجبها؟ يحجبها الأب والابن، كيف ما الأخت الشقيقة يحجبها، لأن هذه أبعد، معناها هذا من باب أولى. ما زال زد على ذلك، يحجبها الأخ الشقيق أو الأخوات، أختان شقيقتان فأكثر. به الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس، هذه الحالة الزايدة. ليش؟ لأن الأخت الشقيقة مش خدت نصف إذا انفردت. زي من بكري خدينا البنت لما تكون معاها بنت الابن، بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين، البنت خدت النصف. الحالة هنا يا الآن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، معها أخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. يبقى الأخت، ركز أراه، لازم تستحضر العملية هذه في ذهنك حتى تستطيع أن
لما تجي لك الفريضة الشرعية، لما تجي لك المسألة، لما تجي لك القضية أمامك أنت كقاضي في محكمة شرعية، تقدر تفرز الأنظمة. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة انفردت وما انحجبتش لا بابن، الأخت الأب سوري، الأخت الأب انفردت وما انحجبتش لا بابن ولا بأب ولا بأخ شقيق ولا بأخوات شقيقات، تأخذ النصف إذا انفردت. بها إذا تعددت تأخذ الثلثان. إذا كان معها أخ لأب يعصبها. باهي إذا كان الأخت لأب معها أخت شقيقة واحدة، مش الأخت الشقيقة أعطيت لها النصف، أخت لأب أعطي لها السدس. يبقى عندنا البنت مع بنت الابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. وحتى هنا الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس. ما نحفظش نفهم فهم، ما نحفظش نفهم فهم. ولذلك لو أخذنا الأخت الشقيقة والأخت لأب، قلنا الأخت الشقيقة نصف ثلثين عصر، والأخت الشقيقة مع البنات عصر، الأخت لأب نصف ثلثين عصبة مع الأخ لأب، والأخت الشقيقة مع الأخت لأب تأخذ الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ الأخت لأب السدس. هذه الحالة ما عادش الأخ المبارك مع الأخت لأب يعصبها بوجود الأخوات الشقيقات. يعني لو كان عندنا أخوات شقيقات، تنبيه لوطة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس. والأخ المبارك شو معناها؟ أخ مبارك معناها عندنا أخت لأب وأخ لأب، وعندنا أخوات شقيقات. ولا أخت شقيقة، الأخت شقيقة تأخذ نصف، والأخ لأب والأخت لأب يأخذ عصبة، عصبها الأخ لأب المبارك هذا اللي اسمه. به عندنا أخوات شقيقات يأخذ الثلثين، الأخت الشقيقة بروحها، الأخت لأب بروحها لا تأخذ شيء. به لو كان معها أخ لأب يأخذ عصبة، لأن الأخ مبارك عصبها. يبقى الأخت لأب مع الأخت شقيقة تأخذ السدس، الأخت لأب تأخذ السدس والأخت الشقيقة تأخذ النصف. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات، الأخت لأب تأخذ مع الأخ لأب عصبة مع بعضهم. ليش؟ لأن أخ لأب ذكر عصب بقية التركة. هذا مع العلم إخواني الطلبة أنك لابد أن تأخذ في الاعتبار وجود الأب والابن. إذا كان وجود الأب والابن مع الأخوات الشقيقات ولا الأخوات لأب يحجبهم. الأخت لأب إذا كان موجود أخ شقيق ولا أخوات شقيقات، الأخ الشقيق يحجبهم، الأخوات الشقيقات ما لم تعصب بأخ مبارك اللي هو الأخ لأب تنحجب. واضحة؟ يبقى احنا عندنا توا باش نفهموا وندققوا، الأخوات الأخت الشقيقة نصف ثلثين عصبة وعصبة مع البنات، الأخت لأب نصف ثلثين عصبة وتأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكمل الثلثين، والأخت الأب تعصب بالأخ المبارك الأخ لأب مع الأخوات الشقيقات. زعما يا دكتور نقدر نقول الأخت لأب تعصب مع الأخ لأب مع وجود الأخ شقيق؟ لا، لأن الأخ الشقيق عاصب. واضح؟ وفي المسألة ما فيش عاصبين، لا يوجد في المسألة عاصبين، لا يوجد في المسألة عاصبان. واضح؟ لا يوجد عاصبان في المسألة. واضح؟ يبقى رد بالكم وركزوا أن الأخت الشقيقة الأخت لأب كل واحدة لها حالات ولها إفرازات معينة، نستطيع أن نفرز كل حالة في ذهنك، تستطيع أن تفرز الحالات النصف والثلثين والعصبة، والعصبة مع الأخوة مع البنات هذه في حالة الأخت الشقيقة، نصف ثلثين عصبة والسدس تكملة الثلثين وتعصب بالأخ المبارك. هذه في حالة الأخت لأب. لما تحط الأفكار هذه قدامك، لما تلقى في المسألة أخت لأب تستعرض الأفكار،
تقدر تحل المسألة بسرعة وسهولة ولا تجد صعوبة في المسألة بعون الله تعالى. الأخ لأم، بعد ما خدينا البنت وبنت الابن والجد والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب، ناخدو الأخ لأم أو الإخوة لأم. صار عندنا أخ شقيق، أخت شقيقة، وأخ لأب، أخت لأب، وعندنا أخ لأم أو أخت لأم. إذا انفرد يعني بروح يا أخ لأم يا أخت لأم، إذا انفرد نصيبه السدس. إذا انفرد باهي ولا، ولما يكونوا أكثر من أخ يعني اثنين فأكثر، أو إيش معناها أخ لأم؟ سواء أخ وأخ أو أخ وأخت أو أخت وأخت، يبقى عندنا ثلاثة حالات، يا أخ لأم وأخ لأم، هذا تعددوا ياخذوا الثلثين بالسويه ما بيناتهم، ينقسم سوا سوا، ما فيش للذكر مثل حظ الانثيين لانهم جهه الام، وهذا الوحيد في الميراث اللي ما فيش للذكر مثل حظ الانثيين، هادو ياخذوا بالسويه. شو معناها بالسويه؟ معناها ينقسم ما بيناتهم بالتساوي، الثلث يقسموه ما بيناتهم. واضحوا؟ باه. يبقى الاخ لام، اخ لام واخ لام ياخذوا الثلث ما بيناتهم، أخ لأم وأخت لأم ياخذوا الثلث ما بيناتهم بالتساوي، رغم ما فيش فرق ما بين الذكر والأنثى، أخت لأم وأخت لأم ياخذوا الثلث ما بيناتهم. جاء أخ لأم بروحها ياخذ السدس، جاء أخت لأم بروحها تاخذ السدس، سوا سوا. يبقى اللي ترد فيه من جهة أمك هو اللي مات، هذا أخوك من جهة أمك وأنت بتورد فيه، لما تورد فيه والله هذه اللي ماتت تورد فيها من جهة أمك، تورد يا سدس يا تلت. إذا كان من جهة أمك وأنتم أكثر من واحد تاخذوا التلت ما بيناتكم، ذكور زي اللي ناس وسوى، أو إذا كان أخ لأم والله أخت لأم تاخذ السدس بروحه. قال بالسوية، ونصيبه السدس إذا انفرد، ولهم الإخوة، ولهم الإخوة لأم الثلث بالسوية إذا تعددوا، يعني للإخوة للأم الثلث بالسوية إذا تعددوا ولم يحجبوا. رد بالك، من يحجبهم؟ كيف ما ذكرنا الأب والابن والبنت، هذا زي ما ذكرنا سابقا في الأخوات الشقيقات، وإن نزلوا والجد، نزيدوا عليهم الجد، ما يحجبهم، يعني يرأس الأصل اللي هو الأب والجد، أو الفرع الإبن والبنت وإن نزلوا. ملحوظة، الإخوة لأم، قال هنا الإخوة لأم يحجبهم الجد، والإخوة الآخرين، من الآخرين؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبهم الجد، والأب يحجب جميع الإخوة، والأب يحجب جميع الإخوة لأب أو لأم أو الأشقة، يحجبهم جميعا لأب أو لأم أو الأشقة، يحجبهم جميعا. يبقى الأب يحجب جميع الإخوة، والجد يحجب الإخوة لأم، الإخوة لأم إخوتك من جهة أمك ياخذوا، إذا كان أخ واحد والله أخت واحدة تاخذ السدس، إذا كان تعددوا ياخذوا الثلث بالسوية، ينقسم. رد بالك، راه في المسائل تغلطوا تكتبوا الثلث شركاء في الثلث وبعدين تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، غلط. اللي من جهة أمك، أخوك من جهة أمك وأختك من جهة أمك، سوا سوا تاخذ. ترتيب الإخوة عندك الأشقاء، ثم لأب، ثم لأم، لأم، وهذا مهم بالنسبة للطلبة، لأن الترتيب في 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 القربة هذا يؤثر على الحجب وعلى الأسبقية من في الجهة. يبقى عندنا الإخوة لأم نصيبهم دائما موجود، يحجبهم الأب والابن والبنت، يبقى يحجبهم الفرع الوارث والأصل الوارث والجد. واضحوا؟ يبقى احنا الآن الأخ لأم دير قاعدة قدامك، ما عندكش في الإخوة لأم إلا السدس أو الثلث، تعدد وياخذ الثلث لان القيمه اكبر، انفرد ياخذ السدس، تعدد وياخذ الثلث بالسويه،
يحجبهم الأب والابن والجد. غير هذا لا تجد شيئا في الأخ لأم. واضح؟ ورد بالك لما تجي تدير في المسألة تدير شين شركاء في الثلث، شين قدام ثلث، يعني باش ما تنساهاش، لأن مرات تكتب ثلث وتنسى أنهم شركاء في الثلث. قال هنا تنبيهات عامة: الإخوة لأم، يعني الإخوة من جهة أمك، ذكورا كانوا أو إناثا، ذكورا كانوا أو إناثا بينهم الثلث بالتساوي. نقسم الثلث بالتساوي بينهم، وهذا سبق وان ذكرناه. يبقى الإخوة لأم ينقسم سواء أخ لأم، أخت لأم، أخت وأخت لأم، أخ أخ لأم، أخوات. يعني جت مثال عندك نقول لك ثلاثة إخوة لأم وأختين لأم، مع بعضهم ياخذوا الثلث يقسموه بالتساوي ما بيناتهم، ينكسر ما بيناتهم وينقسم. الجد له السدس زايد عصبة بشرط عدم وجود الابن أو ابن الابن. عدم وجود الابن، لأن ليش مع عدم وجود الابن أو ابن الابن؟ لأن الابن يعصب، معناها ياخذ السدس بس. لكن لما عدم لما موجودش الابن ولا ابن الابن ياخذ السدس زايد عصبها. فرد بالك، واحنا قلنا دائما لا يوجد في المساله عاصبان، لا يوجد في المساله عاصبان. الاخت لاب مع الاخت الشقيقه تاخذ السدس، ذكرناها الاخت الشقيقه قلنا تاخذ النصف. هذه تنبيهات بس تستدرك وتقدر تراجع وتذاكر وتنشط الذهن متاعك بحيث تستوعب وتفهم، ما تحفظش، تفهم. الأخت الشقيقة خدت النصف، معنى أخت الأب تأخذ السدس، زي ما نفهم توا البنت تأخذ النصف، معناها بنت الابن تأخذ السدس. الأخت الشقيقة مع البنت تأخذ، الأخت الشقيقة مع البنت تأخذ السدس، وبنت الابن مع البنت تأخذ السدس. صح، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع البنات أو البنت عصبة، مع البنات قلنا الأخت الشقيقة مع البنت أو البنات عصبة، والأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع البنت أو البنات عصبة، والبنت وبنت وبنت البنت الابن مع البنت تأخذ السدس. بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، يعني بنت الابن مع البنت زي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة مع البنات عصبة. الأخت الشقيقة تعصب مع البنت ومع البنات عصبة. واضحة يا شباب؟ رد بالكم تغلطوا في المسألة هذه. الجدات إذا تعددنا بالتساوي في القربة والدرجة يقسمنا السدس بينهن. عندك جدة وجدة من جهة أمك وأبوك، هادو ياخذوا الجدات، هادو ياخذوا من نفس الدرجة، ياخذوا السدس ما بيناتهم إذا تعددوا. واضح يا شباب؟ بالله ركزوا على هذه التنبيهات، لأن هذه المسائل وهذه المحاضرات، المحاضرة هذه تراجعوها مرة واثنين وثلاثة وتحاولوا تستوعبوا وتستدركوا وتفهموا، بحيث أن الإنسان لما يركز أراه إذا استطاع أن يتحصل على رؤية ذهنية في دماغه أن البنت تأخذ النصف، تعددت بنت فأكثر تأخذ ثلثين، معها ابن تأخذ عصبة، بنت الابن نفس الطريقة نصف ثلثين عصبة. شنو مازال؟ بنت الابن مع البنت، البنت تاخذ نصف، بنت الابن تاخذ السدس تكمل الثلثين. الاخت الشقيقه زي البنت، الاخت الشقيقه تاخذ اذا انفردت تاخذ النصف، تعددت تاخذ الثلثين، معها اخ شقيق تاخذ عصبه. الاخت الشقيقه مع البنات او البنت عصبه، تعصب بقيه التركه. هذه الحاله الوحيده. الاخت لاب نصف ثلثين عصبة مع الأخ لأب، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. به هالحالات هذه الإخوة لأم، الأخ الأخت لأم، ولا الأخ لأم إذا انفرد يأخذ السدس، إذا تعددوا يأخذ الثلثين. بمن ينحجب؟ بنفس الأخ الأخت الشقيقة، بالأب والابن والجد. الأخت الشقيقة بالأب والابن، الأخت لأب بالأب والابن، والأخ الشقيق
والأخوات الشقيقات ما لم تكن معها أخ شقيق، معها أخ لأب مبارك. واضحة يا شباب؟ الجدات يقسموا السدس ما بيناتهم، الجد يأخذ السدس أصلا، لكن لما ما يكونش فيه فرع وارث ابن والله ابن ابن يأخذ سدس زايد عصب. إذا كان قعد لا شيء، إذا كان ما قعد لا شيء يأخذ سدس نصيبه، السدس ما يعصب شيء. واضحوا؟ الإخوة لأم شركاء في الثلث، ديما قاعدة قدامك رد بالك تنساها. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مضمون أيضا المحاضرة بإجمال: الزوج وله النصف والربع. وقلنا الزوج بوجود الزوجة لها أولاد الميتة هذه، إذا كان لها أولاد يأخذ الربع، وإذا كان ليس لها أولاد يأخذ النصف. والزوجة ولها الربع والثمن، وهذا التفصيل ذكرناه بالشروط المذكورة آنفا. البنت ولها النصف، بنت الميت، زوج الميتة، زوجة الميت، البنت لها النصف إذا انفردت، والثلثين إذا تعددن، يعني بنتان فأكثر، وتعصب بالابن للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. إذا البنت الابن أيضا تأخذ كيف ما سبق وذكرنا، تأخذ نصف إذا انفردت ولم تحجب، وتأخذ الثلثان، بنت ابن وبنت ابن فأكثر يأخذ الثلثين. والبنت الابن إذا كانت مع عمتها البنت طبعا العمة، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين، وهذه رد بالكم منها. ولها حالات البنت السابقة كما ذكرنا. الأب وله السدس فقط مع الابن أو الأبناء الذكور، وله السدس مع زيادة، يأخذ السدس زائد عصبة مع البنات سواء ابن أو أكثر. لا يأخذ الأب إلا السدس فقط. الجد وله حالات طبعا، وإحنا هندرس الآن الحالات الأولية له. الجد السدس يأخذ فقط، يأخذ الجد السدس فقط، وما لم يحجب بالأب طبعا، لأن إذا كان الأب موجود لا يرث الجد والجدة السدس أيضا ما لم تحجب بالأم. الأخت الشقيقة قلنا الأخت الشقيقة للأخت الشقيقة النصف إذا انفردت، وإذا تعددنا أخوات شقيقات أختين فأكثر يأخذ الثلثان. وإذا صار معها أخ شقيق يعصبها، أو هنا كيف مكتوب، وترث عصبة مع البنات. الأخت الشقيقة الحالة الوحيدة اللي ردباكم تأخذوا منها دائما تحطوها في الاحتياط، الأخت الشقيقة مع البنات عصبة، أو الأخوات الشقيقات مع البنات عصبة. الأخت لأب كالأخت الشقيقة وترث السدس مع الأخت الشقيقة تكمل الثلثين. صحيح، الأخت لأب نفس ما وريت الأخت الشقيقة ما لم تحجب، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، والأخت لأب إذا كان أخت لأب واحدة أو أخوات لأب ومعاهم أخت شقيقة واحدة، لأن الأخوات الشقيقات إذا تعددنا يحجبنا الأخت لأب. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذوا السدس، إذا كان أخوات لأب يأخذوا السدس ما بيناتهم، إذا كان أخت لأب واحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين، بالكم منها. أراه مهمة هذه حالات الشاذة للأخت الشقيقة وللأخت لأب، هذه أحيانا في بعض القضايا في بعض المسائل تكون يحدث فيها الخطأ. الإخوة لأم إذا تعددوا ولم يحجبوا فلهم الثلث بالسوية،
وإذا انفرد أخ لأم ولا أخت لأم يأخذ السدس. الابن والعم والأخ عصبة، يعني يعصب بقية التركة. بعون الله نكون قد أكملنا هذه المحاضرة يعني تفصيلا وتوضيحا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونتمنى أن تكون هل المضمون هذا مختصر وواضح. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لحسن استماعكم.